ديما المليح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على الحبيب الخوت المشرى الخوت 2500 درهم 50000 ريال. الله يبارك بارك الله. هاد تبارك الله تبارك الله اللهم بارك الله يبارك. سير خلينا نشارجيهم سير الله يسخر سير اللهم بارك سير خلينا طلع السلعه ميسره كله. اللهم بارك 48000 ريال تنقول باش شاري ورزاق الله الله اللي يرزق. شحال هذا المليح السي عامر؟ هو دينا ب 76 76 تبارك الله 3800 درهم الخوت باش دا السي عامر 76. الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك. لا مسامح كريم الله يسر الله يسر. السلام عليكم خوت حياكم الله خوتنا واحبابنا داخل الوطن وخارج الوطن. مرحبا بكم. اليوم راه نهار جديد وفيديو جديد. اليوم راه فيديو جديد بتاريخ 20/9/2023. مرحبا بكم الخوت اجي تسوقوا معايا. اليوم راه تتواجدوا في سوق اربعاء بن عامر باقليم قلعه السراغنه. مرحبا بكم الخوت اجي نشارك معكم واحد الحولي راه خديته. جابوا الكساب راه معروف على الصعيد في عالم السردي الشيخ بالعوني. حد بوعقبه حد بن موسى. تحيه لك خويا وتحيه على الكسيبه ديالك. حولي راه خديته تبارك الله مليح. المشرى 6400 درهم 128000 ريال. اجي نشارك معكم هذا الحولي هذا وتسوقوا معايا. ومرحبا بالخوت والله يدير الخير وحياكم الله خوتنا وحبابنا. بارك الله اللهم بارك الخوت الله يبارك. حولي مليح الله يبارك. غامر شوم الخوت دوزيام اللهم بارك. فرسن رباعي رباعي الخوت. حولي مليح ديال الشيخ بن العوني راه اللي عارف الكسيبه ديال الشيخ بن العوني. اللهم بارك. حولي مليح مرشوم ديال الجمعيه مليح 6400 درهم اللهم بارك 128000 ريال الله يبارك تبارك الله. رخي السعيد رخي 128 المشرى اخويا بلاتي المرضي بلاتي المرضي وحيد الهضره حيدهم الهضره خاوي راه ما قاعدينش نلعبوا. الله يرحم والدي الله يرحم الوالدين تبارك الله. حولي مليح الخوت 6400 درهم 128000 ريال باش خديتو الخوت. اللي بغاه مرحبا بيا الخوت النيميرو على الشاشه. حولي مليح الله يبارك تبارك الله تبارك الله. مليح المليح الخوت مليح وزين وكل شيء رباعي اخويا رباعي الله يبارك تبارك الله. 128 باش خديتو 128 6400 درهم عاد تنقولوا باش شارين ورزق الله الله اللي يرزق الخوت. والمعاشره تنبيعوا تنقنعوا مع الناس والله يسر والله يدير الخير. هادشي اللي كاين حنا نقولوا باش شارين ورزق الله الخوت. راه ماشي نبداو نلوحوا نبداو نقولوا 8000 درهم 7000 درهم. باش شاري ورزق الله. حولي راه مليح تبارك الله الله يبارك. قعدوا ولا تجي قعد ولا تجي سعيد نمشيو مع كامل سعيد. تلقوا 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 اللهم بارك تبارك الله الله يبارك تبارك الله. حولي راه مليح الخوت اللهم بارك. حولي فصل تبارك الله اللهم بارك. صافي خليه سعيد خليه الله يبارك مليح الخوت. حولي راه ملاكي تبارك الله زين وكل شيء كمامه وكل شيء اللهم بارك تبارك الله الله يبارك. ديما المليح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على الحبيب الخوت حياكم الله اينما كنتم مشاهدين ديالنا الحباب الزينين داخل الوطن وخارج الوطن. كاع اللي تيحبوا الزعيم تنحييكم خوتي والله يدير الخير. هذه ديما المليح. قعدوا عاود قعدوا ولا تجي قعدوا الله يبارك بارك الله. انا اللي ما شريت نزه تنبغي نطولوا معكم شويه الفيديو في مثلا في الحاجه اللي تنشري تنبغي الناس تولع معايا شويه. مع كاينين تيتابعونا اساسيده مولوعين ناس موظفه اكثريه كاع ما عندهمش كاع ما عندهمش كاع السردي ولكن تيبغيو يتولعوا معنا تيتولعوا مع الزعيم والله يدير الخير. حنا راه سبب هادشي اللي تنقول لكم الخوت والله يدير الخير. اللي عنده شي نعاج وبغى يبرعهم مرحبا بيا الخوت مرحبا بيه راه حولي مليح اللهم بارك رباعي زين وكل شيء والله يدير الخير. صافي خليه مشي سعيد خليه مشيو اجي كملوا معايا الفيديو مشيو السوق. ومرحبا بالخوت والله يدير الخير اللهم بارك. الخوت تقديت السلعه تقديت اليوم ديال الخروفه اللهم بارك. نوصل عند الكاميو ونشارك معكم ان شاء الله مزيان باش نوريكم تولوا معايا شويه. دابا شويه كاين الضيق هنايا بارك الله اللهم بارك. الخوت هزي اللي تقديت اليوم 10 الخروفات ملكيات جميع المواصفات تبارك الله الله يبارك زين وكل شيء تبارك الله اللهم بارك تبارك الله تبارك الله. انا المشرى الخوت المشرى الخوت هنايا شاري ب 2000 درهم هي 40000 ريال. شاري ب 1700 درهم شاري ب 1800 درهم شاري ب 1950 درهم
المشرب الشاري هنا الخوت. اللهم بارك تبارك الله. هذه مصريه 39 هذه هي الله يبارك. راه راه جي عبد الرحيم راه يشوفها المشاهد. انا نوري المشاهدين المشرى وكل شيء تبارك الله، راه زين وكل شيء تبارك الله. اللهم بارك جميع المواصفات زين وكل شيء تبارك الله تبارك الله. تلقى تلقى زيد 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 راه زيد لا تجي زيد، خليهم يجيو خليهم يجيو خليهم يجيو. اللهم بارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله. كما قلت لكم الخوت هنا المشرى شاري ب 36 شاري ب 38 39 2000 درهم اخر لفان 2000 درهم. اللهم بارك. هذه رشد مولات 39 هذه الله يبارك، هذه 2000 درهم. اللهم بارك والزين تبارك الله بياض سراد. هذه راهي لحقت لقوا لي مولاه الحولي بحال هذه الله يبارك، تعمر من نهار هذه الله يبارك تبارك الله. زين زين تبارك الله الله يبارك الله يبارك تبارك الله. راه سيروا شارجيهم سيروا سيروا على سيروا شارجيهم سير تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك الله يبارك. سير خلينا نشارجيهم سير الله يسخر سير اللهم بارك. سير خلينا طلع السلعه ميسره السلعه ميسره الله يبارك الله يبارك. عندنا واحد متتبع ديالنا من فاس خويا تحيه لك المرضي، راه انت الله فيك ان شاء الله نسخر الله. هذه رشد مولاه 36 ها هي ها هي بطلع هذه 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 1800 درهم الله يبارك بارك الله بارك الله. راه زين تبارك الله الصراد الحر والله يدير الخير. هذه شد مولاه 1800 درهم 36 الله يبارك، 10 الخروفات مزردات. ورجعوا للسوق نكمل لكم الفيديو والله يدير الخير. خلا طلع خلا طلع يلا ارك الفريق عبد الرحيم شاركوا مع الخوت تبارك الله. اللهم بارك فرخ ملكي اليوم خديت الخوت ملكي الله يبارك تبارك الله. دوريجي الصراد الحر اللهم بارك تبارك الله الله يبارك الله يبارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله. المشرى الخوت 2500 درهم 50000 ريال الله يبارك تبارك الله. هاد اكثريه ديال الاخوان كاين اللي ما عارفش الكسيبه ما عارف لا سارديلا والو، تيبقى يكتب في الكومونتير بحال حد جوج نعجات راك تبعتهم لحد متتبع من تادله تبعتهم لي ب 95000 والخروف بعتو ب 90 تيقول كومونتيرات غالي غالي غالي. وهذاك الشيء فينا هو وصلنا في السوق راه باغين الناس للدواء ما صايبين، وهذاك تقول بعت الغلا يا ودي على الغلا نعجه ب 95 هذيك راه ملكيه نعجه عامره وثنيه ومرشومه انوك دوريجين والخروف هو دوريجين. وبنادم اللي ما عارفش الكسيبه تتوحل معاه اللي ما عارفش الكسيبه. ايوا هادشي اللي كاين النعجه ب 10000 ولكن النعجه دايره 10000 في السوق 10000 ولكن دايره الموته. ايه والله اذا ما خلق خروف راه مالك الخوت كما قلت لكم 2500 درهم تبارك الله المليح المليح الله يبارك. زين دوريجي الله يبارك. سير شارجي وسعيد سير على الله سير الله يسخر سير الله يبارك الله يبارك تبارك الله تبارك الله تبارك الله تبارك الله. نرجعوا للسوق شوفوا لكم الاثمنه ومرحبا بالخوت. سي احمد كي داير بخير؟ الله يحفظك سي عامر صباح النور الله يحفظك ودا سي عامر الله يحفظك الله يعزك الحمد لله الله يبارك فيك كي داير؟ اللهم بارك. شحال هذا المليح سي عامر؟ هاودي دايره ب 76 76 تبارك الله 3800 درهم الخوت باش دا سي عامر 76 الراجل الجيد ديال السوق عطاونا 4000 تو سي احمد عطاونا 4000 ولد عسكري الله يعمر لي الدار الله يعطيه الصحة ياك ولا مرحبا الله يعطيكم الصحة. نعم كمان 76 ها هنا ب 76 ها انا 4000 وخيط عليه واحد 6000 انا حسيت صاحب هادي احمد نزل قبله عطيت سي عامر 4000 ريال قلت له دور غير دابا شحال ولا دابا؟ 80 ديتي انت دابا مازال ما بقاش بيا عطاوك 4000 سي عامر قنع عزك خيط عليه واحد 6000 قلت له ما نبيعوش لا لا خلي خيار سي عامر سي عامر عطاو 4000 الخوت 4000 درهم زروا لا تجي شويه هلا ولا ب 4000 درهم دابا سي عامر عطاو 200 درهم ديال الرباح تبارك الله. المشرى راه 76 اللهم بارك راه مليح 75 لا مليح الله يبارك الله يسر السي عامر تحياتي الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك اصبر لا مسامح كريم الله يسر الله يسر الجميع الناس عيطوا لنا كاك الراجل احنا عقبنا عقبنا سمحنا ليه الله يسر ليه الله يسر الله يسر الجميع الله اللهم بارك. سي عامر اليوم راه شاري لي المليح الله يعطيك الصحه اللهم بارك ياك السي عامر الله يبارك شحال السي عامر شحال المشرى فوتهم شويه لا تجي السعيد فوتهم هادو راه داوهم بجوج الخوت هذا راه مليح وهذا راه شويه هذا راه اللهم بارك. شحال المشرى قلتي 114000 5700 درهم الخوت باش خداهم تبارك الله 114000 ريال جوج بهم هذا وهذاك الاخر هز لك الصغير اللهم بارك تبارك الله 100
14000 ريال 5700 درهم بجوج بهم. قولنا النيميرو سي عامر، هذا تفردوا الناس. قولنا النيميرو ديالك 06 29 14 22 80. مرحبا لي، عيط لي هذاك ياك. ايوا الله يسخر، يلا الله يعاون السي عامر. الله يكبر بيك، الله يحفظك السي عامر. قلت لك السي عامر اليوم راك شاري المليح، اليوم السي عامر راك شاري الفنون. هذا بشحال السي عامر؟ هذا خويا عطاو المولى 57. شوفوا ذاك الفريق، الفريق اش داير حد شويه ياك؟ داينا ب 54. هذا يتسرح، هذا مع السرح ياك؟ الفريق شامل تحت الخوت. شحال السي عامر؟ 54 باش خلصنا المشرى. 54 54 2700 درهم، 2700 درهم الخوت. هو الفريق شحال شويه، راه ما عليه والو، ماشي رجلو عوجها. الفريق ديال الكوري شتي محابسو مولاه الكوري داك عفوا، الفريق اش متكح هاد شويه. تحياتي الخضره خروفنا مليح، اللهم بارك تبارك الله. 54 2700 درهم، اللهم بارك. انا عطاك 90 مصطفى بيع ولا تشري كاع. الله يحفظك. عاودنا النيميرو، عاودنا النيميرو. 06 29 14 22 80. الله يسر سي عامر. تحياتي دوزتو هذا مبارك. شحال الاخوان؟ حمزه خويا شديتهم 106 106 الخوت هادو خرفان، عندهم كاروسي. الله مبارك تبارك الله. الصندوق وملاح تبارك الله. 106000 ريال المشرى، 5300 درهم. الله مبارك، خرفان ملاح الخوت. اللهم بارك تبارك الله، تبارك الله. زين وكل شيء تبارك الله. هذا شطبي، هذا الصندوق، الصندوق راه هو هذا، هذا هو الصندوق. يروح ولا ملاح ان شاء الله. اللهم بارك تبارك الله. الخوت كما سمعتوا بحال 53000 ريال الواحد، بحال 2650 درهم الواحد المشرى. الله يبارك تبارك الله، فر ملاح تبارك الله. الله مبارك. دروك شكون اللي عيخلنا النيميرو؟ صافي الله يسخر. الله مبارك. شركه واحده، شركه واحده. الله يسر وتحياتي لكم. الله يسر اخو حمزه، تحية الدكالي بارك الله. الخوت الله مبارك، هذه راه ثنيه وضاره، ودات ترخي الخوت، باقا صغيره ثنيه، خديتها ب 48 الخوت، 2400 درهم. الله مبارك، راه ودات ترخي الصغر ونعجه مليحه تبارك الله. اللهم بارك، 48000 ريال، تنقول باش شاري والرزاق الله، الله اللي تيرزق. اللهم بارك، بارك الله، نعجه اللهم بارك، اللي بغى يكسبها راه ديال الكسيبه ان شاء الله. ومية صلاة تبارك الله، راه الودن قداش تبارك الله. الله مبارك، هي ما مرشوماش ولكن راه مليحه. الله مبارك تبارك الله. مولاها ما مخرجش الجمعيه، مولاها ما الله من حولي. يلا نو حولي مليح ياك، والله العظيم حولي مليح ديالك ياك خويا، ياك انت هذه كانت كسيبتك. حولي مليح، الله يحفظك. يلا نو ياك شهاده حق هذه، حولي شاري مع عبد الرحمن مليح. الله يحفظك خويا، الله يحفظك خويا. ايوا حنا دينا سلعتك، الله يحفظك. راه 48 الخوت باش خديتها، اللهم بارك تبارك الله، 2400 درهم. اللهم بارك تبارك الله. واللي بغاها مرحبا، النيميرو على الشاشه، والله يدير الخير. وتحياتي للخوت داخل الوطن وخارج الوطن، ديما الجديد ديما المليح. الله يبارك. صافي الخير اخو عبد الله، الخير. اللهم بارك. الخير اخي واقف، الله يبارك تبارك الله. اللهم بارك، اللهم بارك تبارك الله. روفا بدريه الخوت هذه، الله يبارك. هذه اللي بي يوجد القزار، اللي بي يكسب مزيانه جوج شوي تبارك الله. هذه راه السلعه ديال البني مسكين، اللهم بارك. شحال خويا دريس؟ خويا بخير. شحال خويا؟ 23 تبارك الله، 23 الخوت، 1150 درهم الخوت. ودريس راني صادقته بندي عدو البركه، راه ما بغى يبيع لياس. واحد خلينا تاكل معك على الله. خرجي حوليات، تجر حوليات صعبات دار لي دري خلي مليحة وتسمعي. شحال من راس يا دريس؟ 32 راس الخوت، 32 راس، 23150 درهم. اللهم بارك تبارك الله. قاعد عبد الرحيم شويه والحال لحظه. الله يبارك. هي
بارك الله. كما سمعتوا الخوت 23 32 راس، الله يبارك. راه صدقتوا الخوت 23 باقي ما قنعش معايا. الله يسر خو ادريس، تحياتي. شو اتجاه اخر اخوت؟ شو اتجاه اخر اخوت؟ المرضي. هذا خدام مع الدريس ب 25 25 اللهم بارك تبارك الله 25 الخوت 1250 درهم. واه اللهم بارك تبارك الله 25000 ريال الخوت هذا 1250 درهم اللهم بارك تبارك الله. الله يسر الامور. الله يحفظك خويا عبد الرحيم. الله يسر لك اخويا. شو اتجاه اخر اخويا؟ حسان كدير بخير؟ الله يحفظك. شحال هاد الثلاثة اخويا؟ الثلاثة اخويا 57 فوق 1000 بحال 57 و300 ريال. تبارك الله هادو الخوت 57 و300 ريال. 2865 درهم. اللهم بارك تبارك الله 37 و300 تحيه خو الشرقي الله يعزك خويا تحياتي خويا الله يعزك شكرا لك على التعامل اللي درتو في الروضه الله يعطيكم الصحه تحيه الرجال تحيه الرجال وتحيه لعبد داخل الوطن وخارج الوطن العلاوي عبد الرحمن الخويل بادر كليكه كامله الله يعطيكم الصحه الله يحفظكم الله يسر لكم الامور طريق الخير راه زينه اجريو فيها والله اخويا الشرقي الله يحفظك امين امين اخويا الشرقي الله يحفظك هذو الخوت راه 57 و300 ريال 2865 درهم والله يسر اخويا حسان تحياتي بغيتي النمرة؟ قول النيميرو ديال العلا قول 06 52 99 50 36 اللي بغى شي واحد تفرد له الله يحفظك والله يسر سعد كريم السي مصطفى لاباس هذو شحال مشريين بالحاج 108 54 لواحد الخوت هذو 108 5000 هي الله يعطيك الصحة 5400 درهم المشرة بحال 2700 درهم لواحد اللهم بارك تبارك الله الله يبارك الله يسر لك ود العم الله يسر الله يسر الامور الله يبارك شحال خويا عبد الله المشرى المشرى باش باش خديت باش خديت 26 و500 الخوت هذه باش شراها عبد الله اللهم بارك 1325 درهم اللهم بارك تبارك الله هيا الله يبارك الله يبارك بارك الله اللهم يسر بارك الله بارك الله اللهم بارك تبارك الله بارك الله بارك الله اللهم بارك تبارك الله 26 و500 الخوت كما سمعتوا 1325 درهم اللهم بارك شحال من راس 13 هي 13 خروف الخوت ديال الكسيبه هذه اللي بيكسب بارك الله الله يبارك الله يسر لكم تخلي النيميرو نيميرو عبد الله قول النيميرو ديالك 06 06 55 55 12 12 95 95 75 اللهم بارك تبارك الله الله يبارك الله يسر لكم الله يعاون عبد الله خويا تحياتي لكم اي الله يبارك اللهم بارك كدير رضوان بخير الله يحفظك خويا الله يعزك مليح الله يبارك تبارك الله شحال هذا البيض البلدي اللهم بارك 51 خويا مرشيد 51 2550 درهم الخوت 51 هذو الخوت باش مشريين 250 وي الله يعطيكم الصحة انتم الله يعطيكم الصحة كاين المعقول الله يحفظكم اللهم بارك كما سمعتوا الخوت 51 المشرى 2550 درهم هذا فيه شي حبوبة هذا فيه حل الحبوبة الخوت اللهم بارك رضوان كدير الاجواء ديال النعجه اليوم النعجه ما كاينه مليح ياك مليح ما دخلش اليوم اي والله يبارك اي والله يستر خو رضوان ها الناس راه كيغلطوا عاد حنا معاك اخويا مصطفى حنا في محنات ياك والله ايوا انت اخونا بحال بحال حنا خوت الله يحفظك خو رضوان الله يعزك
اللهم يسر خور دوان. الله يحفظك. مصطفى راه صاحبي وعشيري وعزيز عليه مليح وبين معقول والله يسر لي. الله يحفظك خور دوان. نعاودو نذكرو الاسم ديال القناه عندك. رضوان بائع النعجة السرديه. مرحبا ابونا وعاد رضوان. الله يعطيك الصحه. رضوان راه تيدير المليح ابونا عنده تيكون عنده نعاج ملاحات اللي باغي المليح ولكن اللي باغي المليح ديال النعجة. اللهم بارك. الله يعطيك الصحه. أكثرية تمشي تشريها من الدواور. من عند كسابة. من 96 لعبة دور. 96. ها؟ حاجة 96. راه تيمشي على الموطور راه يدور هو الدواور هو وصاحبه. الله يسر لكم. الله يحفظك. الله يعاونك. الله يحفظك. شو تيجي آخر. هذو شحال مشريين بالحاج؟ 108. 54 لواحد الخوت هذو 108 5000. 10 هي الله يعطيك الصحة. 5400 درهم المشرى. بحال 2700 درهم الواحد. اللهم بارك تبارك الله. الله يبارك الله يسر لك ود العم. الله يسر الله يسر الامور. خويا بياض كيدير بخير. الله يحفظك. هذه سير في السن ربعيه نجي ربعيه ونجي سداسيه دار ياك دار الخوت بدا ترخي. هذا دابا ملي تدخل شهر 10 الخوت البهيم كلها تتكون فيها جني. شنو ما فيها جني بلا ما تشريها صراحه ديال الله. هاد الوقيته هذه صافي النعجه كان فيها جني مرحبا كانت تلقى مرحبا ما كانش تلقى راه بلا ما تشريها. شهر 10 ضربوها شهر 10 اي وقت الميلاد. اي الله يرحم الوالدين تبارك الله. واش هما هادي شحال مشراها اخويا؟ مشرا سيدي 81 و 200 81 و 15 81 و 200 الخوت 4060 درهم الخوت باش خداوها مرشومه ديال الجمعيه راه دار راه بدات ترخي الخوت. الجني راه كاين تلقى فيها هذه كارانتي هذه تلقى فيها الخوت الجني هذه. خلينا النيميرو ديالك لو بغا شي مرضي الوالدين. قول النيميرو 06 73 01 91 58 اللي بغا مرحبا الخوت يتصل بالسيد الحاج صالح ومرحبا والله يدير الخير وتحياتي. الله يسر الامور. مرحبا بكم.